الحاجة نعمة، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ حسين؟ الحمد لله الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ نعم اتفضلي اتفضلي يا حاجة نعمة اتفضلي. ايوه دكتور محمد، انا عندي السكر لسه مخلينا سكر صايم وتراكمي، الصايم 118 والتراكمي 6، طيب كويس. فانا باخد له دلوقتي امريل 3 قبل ما حل، انا ماشي على امريل 3، وحضرتك قلت لي خدي السوتوفاج مره بعد الغدا، وخدتي؟ خدت ماشي على العلاج. فانا دلوقتي بقى اقول لي اقلل من الامريل ولا انت خليني وزنك كم؟ زي ما انا؟ وزنك كم كيلو؟ انا 85، وطولك قد ايه؟ 156. لو عايزين نخس شويه هتعملي حاجتين، هتقللي الاكل شويه وخدي الامارين 2 مللي. ايوه لكن لو احنا عايزين وزنك يفضل زي ما هو هتفضلي على نفس العلاج، وطبعا لما نخس 5 كيلو افضل. سنك كام سنه؟ انا 53 يا دكتور. يبقى نخس افضل. يلا الف سلامه. شكرا شكرا يا حاجه نعمه.